ودي صورة مع البابا. وبعدين دي بقى صورة كنيسة العذراء بعد ما استكملت وبنيت في نفس موقع الكنيسة القديمة ولا بجوارها ولا؟ لا بجوارها. لو حضرتك شايف على الجنب كده في حاجة زي حرف 8. أيوه هي دي هنا على الشمال، مدخل الكنيسة القديمة. أيوه. وبعدين دي اتبنت على الناحية الجنوبية، شرق غرب بس جنوب الكنيسة، يعني ساذر ساوث تو الكنيسة القديمة. واللي صممها مهندس عوض. المهندس عوض اسكندر. وافتتحت سنة كام يا سيد؟ بالمنظر ده يعني بعد نيافتك ما لا قريب من سنة يمكن 14 13 15 حاجة زي كده يعني. ودي الكنيسة من الداخل بديعة. دي من الداخل بقى. واللي رسم الإيقونات فيها مين يا سيد؟ خادم من مصر، معلش أنا الذاكرة بتاعتي يمكن اسمه إيهاب أو معلش أنا آسف. لا أنت آسف طبعا يعني أرجو أنه الأخ اللي رسم ما يزعلش مني. الاسم راح مني. أيمن اسمه. أيمن. أيمن يا ربنا يباركه. وهنا الكنيسة برضو من الداخل ومن الخارج، المنارة، القبة في صحن الكنيسة، حاجة جميلة جدا جدا جدا. وبعدين البابا